موضوع الطلاق. ايوه الطلاق من الاخر كده يا باشا. نسب الطلاق زادت معروفة. هي مصر بيقول لك عاملة ريكورد عالي في موضوع الطلاق، في نسب الطلاق موضوع مخيف. بس ده ممكن يكون ساين او علامة لحاجة مش بطالة، لحاجة ايجابية. لانه مرات كتير كان زمان الست بتضطر تستحمل من لانه ما تقدرش تتطلق لانها مش بتشتغل وما عندهاش الاسباب اقتصاديه، ما عندهاش مكان تروحه، ما عندهاش. فموضوع الطلاق برضو لما يزيد ده ليه علاقه بانه الست تقدر تطلب الطلاق وما فيش حاجه تعوقها عن انها تكمل حياه هي تعيسه فيها او حياه فاشله. يعني سواء لو هنتكلم عن الواقع، يعني اسباب الطلاق ده موضوع طبعا كبير جدا جدا، ويعني مش هنتكلم فيه النهارده. احنا عايزين نتكلم النهارده ازاي خلاص اتطلقنا. خلاص اللي حصل حصل، اللي حصل حصل. نتعافى ازاي بقى، نعدي ازاي الموضوع ده، هي اعراض الانسحاب يعني مثلا. يعني اي حاجه في المطلق في حياتنا لما بنحس بيها بيكون ليها اعراض انسحاب. لا تقصدي لما بنتعود عليها. لما بنتعود يعني عليها اي حاجه بنتعود عليها نيجي نبطلها ليها اعراض انسحاب. اعراض انسحاب ده تعبير كويس. فاللي هي التعافي، حتى لما بتتعب الشخص بيتعب لمده طويله لازم يقول لك فتره التعافي بتاعته. لازم تاخد وقتها. النقاهه. النقاهه زي ما يقول لك خدي وقتك في الحزن للاخر عشان تبقي تعافيتي صح. صح كده. فاحنا في دلوقتي لو بعض من السيدات مروا بمرحله الطلاق، ازاي تتعافي؟ تتعافي الاول ان انت من قبل ما تتطلقي وقررتي جواكي ان انت خلاص مقبله على الخطوه دي، تبدا تشوف النقطه السوداء، ابعد حاجه في الموضوع اللي هي بعد الطلاق، بعد انا فعليا هتطلق حتى لو انا اخد القرار، فانا اشوف بقى ايه المساوئ اللي بعد كده. يعني هل يعني انا بلاش النقطه السوداء لانها ممكن تبقى نقطه بيضاء جدا. ولكن احنا لو احنا بنتكلم عن التعافي فهي اكيد مرت ببعض. طبعا مرت مؤلم. مؤلم بحاجات مؤلمه. الطلاق مش بس مؤلم، الطلاق قبيح وبيطلع اقبح ما فينا، تجربه قاسيه غصبا عننا. لا بس زي ما سالوا قال ساعات بيبقى نجاه. في بعض من الاحوال البروسيس او الاجراءات الطلاق والكلام في الفلوس ومين هياخد ايه ومين بيطلع، بنحط على الترابيزه صح اقبح ما فينا. صح. دي حقيقة. يعني قبل كده احنا كنا كيان واحد، فلوسنا واحده، ولادنا بيتربوا في وسطينا، بيتنا واحد. دلوقتي بنتكلم هنقسم مين هياخد البيت، مين هياخد الولاد، الفلوس اللي هتدفعها لي كام. لا مش هدفع. بتبقى الكلام في الفلوس مش احسن حاجه. دي حقيقة. خصوصا بين الزوجين زي ما